ننتقل الآن أبناء الطلاب إلى الوحدة الثانية، وحدة الجغرافيا، ونتحدث أولا عن الجغرافيا الطبيعية شبه الجزيرة العربية. وطبعا لدينا أولا الموقع الفلكي لشبه الجزيرة العربية، حيث أن شبه الجزيرة العربية تقع بين دائرتي عرض 12 درجة إلى 32 درجة شمالا، عفوا يا أبناء الطلاب، حيث أن شبه الجزيرة العربية تقع بين دائرتي عرض 32 درجة إلى 12 درجة شمالا، كما أنها تقع بين خطي طول 59 درجة ونصف إلى 34 درجة شرقا. أما فيما يتعلق بالموقع الجغرافي وأهميته، هناك خمسة نقاط. أولا، الموقع المتميز شبه الجزيرة العربية على نشاط حركة التجارة العالمية بين دول شبه الجزيرة العربية ودول العالم. ثانيا، إشرافها على عدة مضايق بحرية مهمة. ثالثا، حلقة الوصل بين قارات العالم القديم. رابعا، شق قناة السويس. خامسا، توسط المنطقة بين إقليمين متقدمين علميا وصناعيا. ونتحدث الآن عن الجغرافيا الطبيعية لشبه الجزيرة العربية. فيما يتعلق بالنسبة إلى الحدود وكذلك المساحة والوحدات السياسية، طبعا المساحة يا أبناء الطلاب تبلغ 2 مليون كيلومتر مربع، أي 21.5% من مساحة وطننا العربي. أما الوحدات السياسية فيبلغ عددها 7 دول، وهي الكويت، السعودية، البحرين، دولة قطر، الإمارات، سلطنة عمان، إضافة إلى جمهورية اليمن. والآن ننتقل إلى الأشكال التضاريسية. فيما يتعلق بالأشكال التضاريسية، لدينا 3 أنواع من الأشكال في شبه الجزيرة العربية. أولا الجبال، ثانيا الهضاب، ثالثا السهول. والجبال تقسم إلى 3 أنواع: ألف المرتفعات الغربية شبه الجزيرة العربية، باء مرتفعات عمان، جيم جبال ظفار. أما فيما يتعلق بالهضاب ثانيا، وتنقسم إلى قسمين: هضبة نجد وهضبة حضرموت. والنوع الثالث من التضاريس لدينا السهول، وتقسم إلى قسمين: أول السهول الساحلية، وتقسم إلى 1 سهول الخليج العربي، ثانية سهول بحر العرب، ثالثا سهل الباطنة، رابعا سهل التهامة. والنوع الثاني السهول الرملية، وتقسم إلى الربع الخالي والنفود والدهناء. السمات المناخية في شبه الجزيرة العربية لديها بعض السمات الخاصة بها، منها تغلب عليها السمة القارية، ثانيا قلة التنوع المناخي، ثالثا ارتفاع درجات الحرارة، رابعا ارتفاع نسبة الرطوبة، خامسا هبوب الرياح الجافة، سادسا قلة سقوط الأمطار، وسابعا عدم وضوح ظاهرة الفصول الأربعة. لو انتقلنا إلى الأقاليم الطبيعية، ولكن نضيف نقطة أخرى في السمات المناخية، وهي العوامل المؤثرة في مناخ شبه الجزيرة العربية. أولا الموقع الفلكي دوائر الأرض، ثانيا توزيع اليابس والماء، ثالثا التضاريس، رابعا الغطاء النباتي.
وندخل الآن لنتحدث عن الأقاليم الطبيعية. والمقصود بالأقليم الطبيعي هو منطقة محددة من اليابس لها نفس الخصائص الطبيعية من مناخ وغطاء نباتي وحيواني وتربة. والأقاليم في شبه الجزيرة العربية تقسم إلى ثلاث: أولا الإقليم الصحراوي، ثانيا الإقليم الموسمي والمداري، ثالثا الإقليم وثالثا إقليم الجبال. وآخر ما لدينا في وحدة الجغرافيا موارد المياه في شبه الجزيرة العربية: أولا مياه الأمطار. يجب أن نعلم يا أبناء الطلاب أن الأمطار في شبه الجزيرة العربية تعاني من نقص وندرة في كمية الأمطار الساقطة عليها، باستثناء بعض المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار الشتوية والأمطار الصيفية. ثانيا المياه الجوفية. المياه الجوفية تتعرض للكثير من الأخطار في شبه الجزيرة العربية، منها: واحد، تراقص المخزون نتيجة الاستهلاك، ثانيا ارتفاع نسبة الملوحة، ثالثا تعرض للتلوث المستمر، رابعا استخدام أساليب بدائية في عمليات ري الأراضي الزراعية. المورد الثالث من موارد المياه تحليه مياه البحر. وأكبر محطة لتحليه مياه البحر في العالم تسمى محطة الجبيل في المملكة العربية السعودية. وأيضا لدينا في دولة قطر محطتين من المحطات المهمة لتحلية المياه: محطة رأس أبو فنطاس ومحطة رأس لفان. والنوع الرابع والأخير من موارد المياه في شبه الجزيرة العربية: مياه الصرف الصحي المنقاة. فقد قامت العديد من دول شبه الجزيرة العربية بتنقية مياه الصرف الصحي وعادة استخدامها. ونتعرف الآن يا أبناء الطلاب على استخدامات مياه الصرف الصحي المنقاة: أولا ري الحدائق، ثانيا المسطحات الخضراء، ثالثا ري زراعات الأعلاف. وتوجد لدينا في دولة قطر محطتين لمياه الصرف الصحي، وهما محطتي النعيجة والسيلية.